السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. بهذا المقطع ان شاء الله راح نلعب لعبه ماينكرافت، وهاي الحلقه الاولى. تشوفوا قدامكم الشباب، هذا اسم العالم مالتي، وخلنا نكتب انشاء عالم جديد. يعني حاليا هذا قدامكم، انا دا اسوي العالم، يعني ما لعبت قبلكم، لا كل شيء قدامكم. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطونا لايك وفعلوا جرس الاشعارات، يدعموني بالمقاطع الطويله، لان المقاطع الطويله خايسه، واني شيء عايف في القناه بالمقاطع الطويله اقصد، يعني القناة فشلت بالمقاطع الطويلة، فقط المقاطع القصيرة. حاليا الشباب بدأ العالم يبدي، تشوفون الله، والله العظيم الشباب كنت أفكر إنه أنزل منطقة ثلجية، ونزلت منطقة ثلجية. حاليا ننتظر شوي العالم يرسب، خلينا نلم خشب بسرعة، خلينا نلم خشب بسرعة، مو مثل باقي المقاطع والله أظل أجمع وأخسر وهاش القصة محترف. هسه حاليا أنا أصلا الشيء أحترف واحد بالعالم، تمام؟ حتى تفهمون الأشياء اللي راح أسويها. طبعا هاي الحلقة راح نسوي بيت بسيط، وها يعني مو بناء بيت، بالحلقة الجاية نبني بيت ان شاء الله، ولكن يعني بس نبقى على قيد الحياة بهاي الحلقة ونسوي الاشياء الضرورية. مثل ما قلت لكم شباب اشتركوا بقناتي، خلينا نروح نطلع قبل شوي نستكشف المنطقة. والله انا شباب اموت على الثلج المنطقة، ليش؟ لان اكو دببة، ما اعرف الدببة اقدر اخليه يصير فرس لي، يعني ليش لعبة ببجي هي تاخذ نلعب مينكرافت؟ خلينا نصعد فوق، خلينا نلعب ماينكرافت فوق 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 فوق. الله هذي الخنازير، بس حين نلعب الخنازير. هاي قرية مال قراوين، اقصد قرية مال قراوين، مليون بالمية هاي قرية مال قراوين. خلينا نروح نشوفها شباب، يعني طبعا حسرع المقطع اللي تعرف يسوي مونتاج، يعني ليش اقول لكم هيجي؟ غير اطلع قبل واروح القرية، ليش اقول لكم اسوي مونتاج؟ يعني تعلم شلون اقص الفيديو، بس يا مونتاج ازرع مونتاج العالم. شوف قدامكم مال قرية، واحد اثنين ثلاثة. الله يا شباب، شوف قدامكم شباب، حاليا وصلنا للقرية. شفتوا المونتاج شلون صار؟ يعني بثواني يعني صار زعلتكم. خلينا نفوت اول، خلينا نكسر الباب. كيفنا نكسر الباب؟ شنو نفتح الباب؟ لا نكسره، كيفنا نكسر الباب؟ فتنا الله، لقينا قريولة، من نحتاج بعض قريولات. خلينا نفتح هاي، لقيت خبز حلو، لقيت اكل، يعني ما يحتاج بعد يعني اكله هسه. خلينا ناخذ هاي، شنو هاي؟ حساء اشمندر، انا ما احب اشمندر بس خلينا ناكله. كرة ثلج تفيدنا، يعني تفيدنا. خلينا نروح نلقى نبع الشكم فوق هذا البيت الثاني. خلينا نفتح الباب، نفتحه مو مكسره. ها شنو هاي؟ لا لا، ها شنو هاي؟ لا، خلينا نشيلها. هذا مطي، ليش هاي؟ خلينا نروح بعد اكو بيوت، نستكشف كل بيوت القريه. ما شاء الله، يعني ما اعرف شو اكتب عنوان، بس حق عنوان الحلقه الاولى لقيت قريه. شوفوا ليش يسموها قريه، ليش ما يسموها خريه؟ بدون شقه يعني. ها شنو هاي؟ مو حلو، مو حلو، ما حبيت. الله، ارانب شفياف شنو؟ افش يا شباب، يعني هاي ان شاء الله الحلقه الجايه نسوي لكم اشواء ارانب. هذا شنو؟ خلينا نشوف في بيتي هذا. حط لنا حجر قندار من هناكو. لا بابا، شنو انت قرب بيت شباب؟ ماكو صناديق بزونه. هاي بزونه شباب، تعبت ولا خلينا نعوف عايشه، تفيدنا بكم بالايام القادمه، خاف من جوع ناكلها. الله هذا اخي يجمع لنا ايش يسمونه، يعطينا اريون. هذا مش غير عشان هاي ما السالفه. خلينا ناخذ هذا اللحم، حلو ما شاء الله لقينا لحم. خلينا نروح هذا البيت الثاني. الله، خلينا ناخذ هذا، يفيدنا ان احنا لقينا قريه راح نظل بيها بس اليوم، بس ثاني يوم احنا حنبني بيت، يعني الحلقه الجايه ان شاء الله. يعني ماكو اي شيء هنا، صناديق ماكو، خراب ابليسكم بجد. هاي حلو، هاي بوكان هنا يمكن احسوي بيت هنا بعد. انا بوت ما ابي احد اسوي اشياء. ماكو بيوت بعد؟ شنو القريه الخايسه؟ صندوق واحد؟ نفوت على الغرفه، نفوت على الغرفه الاجابه كذا. الله، لقيت شو يسمونه شباب، كهف. هاي الحلقه الجايه نستكفي شيء. لقى الزرع ما شاء الله، ما نحتاج بعد شيء. صناديق، خراب بيوت صناديق. خلنا نروح نذني بيوت فوق، لاني اخر بيوت لازم. الله، لقيت هذا وحش جوه مزين، حتى يقتلني، حتى اسوي بس حسان خسران. بعد بزون قاعد تمشي. ها لازم نطلع من قدام، احنا جايعين. خلنا ناكل خبز، نركض والخبز عباس، نركض والخبز نسيت حتى هذا مثل العراق، نسيته علي سالفة العراقية. خلاص فوت على شنو هذا؟ خشمك على بالي، حاطين شي شياطين، روح وجه خشمك راجل. خلينا نلقى هذا شباب، ماكو صناديق شباب، تشوفون ماكو قرية ما بيها بس صندوق واحد، يعني لو ما جاي لحسن لي.
والله ما امزح يعني، اذا احكي ما امزح شيء. هاي بدايه يعني واحد اساس ينجح على سوفت ديوتي يغير لهجته يعني. والله شباب بدون ما ما شاف يعني شنو، خلينا نشوف ذني بيوت بقت بينا اشياء. الله 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 لك لك لا هاي نفسه. خلينا قلنا خلينا نسوي اسلحه بعد. هاي شباب تعال هنا، تعال هنا نسوي نجيب الخشب نحط هنا نحط هنا 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 نحط الخشب هنا ونسوي واحدة هنا ونحطها هنا ونجيب هاي نحطها هنا بعدين لا بعدين نسوي هيجي بعدين نجيب هاي ونحط هاي هي يعني ونسوي هيجي بعدين نسوي واحدة هنا وواحدة هنا بعدين واحدة هنا وواحدة هنا محترف. بعدين ناخذهن بعدين نحط لا نحط هنا بعدين نحط هيجي بعدين نحط هيج وهيج وهيج. بس ايش نسوي؟ نحط واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا بعدين نحط واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. مو شو هاي اختفت ثواني اخر هاي بعدين صار محترف اسحب هذا وهذا. اي ها مو قلت لكم هذا ليش بطلتوا اياه بالبدايه؟ خلينا نروح نجيب شو يسمونه اريون. اريون شنو اقصد يعني بال انا ما راح اتشوج يعني. خلينا نحفر لنا من هنا اقول لكم ليش نحفر. خلينا نكسر البيت بيع هاي تعال مثل يوتيوبري ها وين اكو ناقه. خلينا نكسر هاي بسم الله الرحمن الرحيم. كسر ده بدين لا بس وحدة. ها شنو هذا صندوق؟ لا عبال صندوق خراب بليسكم. خلنا نلقى لنا حفرة. خلنا هنا لازم أكون حفرة لازم لازم هنا جبنا أريون هنا هاي هنا مليون بها هي يعني. هي حلو لقيت شمع كل شيء لقيت ما نحتاج بعد. أنا أسوي حق الأخيرة أكو تلتنين ما عاد شو عادي عندي هسه أكو تلتنين وطلع قبل جمع ما شاء الله حلو. بعد ما نحتاج شيء شباب هاي انتهت. خلنا نروح نقتل القراوين وننهي الحلقة شباب. اسمع علي ليش كيفي نقتل القراوين حتى بالحلقة الجاية نبني بيت نبني بيت وبالمكان مع القراوين. أولكم اللي كان أبوكان يعني ما أحب الثلج. خاف عبالكم بالحلقة بالبداية الحلقة قلت لكم أحب الثلج ما أحب الثلج بكل شيء ماكو. قرية مع القراوين عايشين بحصار خرب إبليسهم إذا صدق. هاي وين الصندوق؟ وين عرفت الصندوقاني؟ يمكن قبل هنا حصار حصار نقتل هذا همية. بس أقول لكم خاف نقتله ويقتلنا. لا قتل الأرنب عاد أنا ردي ثاني قتله. هذا حصان ما شاء الله حصان وخر على على هنا بعض شباب. هاي هنا البيت مالتي المتواضع هي أنا ما قلت لكم. خلينا لبنان لبنان إيش نقصد؟ نحط هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا ونجيب هاي ونسوي أول شاكوتش ونذب هذا بالزبالة يلا ابلعه. ونجيب هاي من هنا خلنا نسوي نسوي إيش يسمونه شو هنسوي؟ ها أي شاكوتش حلو ما شاء الله هذا الشاكوتش. خلنا نحط لنا بعد خشبة خشبتين نسوي لنا مسدس مسدس شنو أقصد سيف. نسوي لنا سيف لا هذا مو سيف السيف يمكن اثنين مو واحدة. اي مو قلت اعرف كل شيء شباب خرب بليسني. خلنا ندب الباب شو نسوي بلاوي دقيقه هاي مو دب بيتك ليش رجعتي؟ هذا الباب راح انا على الوادي ليش رجع لي؟ دهود وخير هسه وين نروح شباب؟ وين نروح وين نروح؟ ثواني خلنا نشوف جدنا خراب خلينا نهاجر نعوف هاي القريه فقر مو قريه خراب بليس لا صدق. الشباب بس ارجع لكم شوي وارجع لكم. شباب شوفوا هاي الشمس بدت تغرب واني هاجرت من منطقتني من منطقة مالتي وانضربت بوري تشوفون ضعت ضعت ماكو اي 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 مكان يعني انا اريد اعوف الثلج ما لي يصير. خلنا ناكل هاي ضربت بوري معدل بوري معدل صادني الليل. خلنا نستكشف كل شيء ماكو شباب كل شيء ماكو. خلنا نسوي بيتنا هنا نسوي بيتنا هنا وبعدين بالحلقة الجاية ان شاء الله يقال لي منطقة ثانية وين ننام. يلا شباب كيف راح اسوي؟ تعال تعال اسوي لكم حركه تخبل. تعال هنا نحط 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 هنا دقيقة شو والله نحط هنا نحط هنا نحط هنا هنا نحط هنا نحط هنا هنا خلينا نام ماني وانا اسوي نفس الشيء بعد طقيت هذا ليش ما يصير؟
ليش؟ حتى غرفة ما شاء الله ما أحلم بها، أحلم بالشارع. نمت ما شاء الله شباب، يعني مكتوب أحلام سعيدة. يا أحلام سعيدة ماكو، ماكو لا أحلام سعيدة ولا كل شيء. إيش راح نسوي هسه شباب؟ هسه خلينا نقتل هذول ونقلع حلقة، نقتل هذول الخناسير، هذول المتوحشين. لا إيه لقيت يسمونه، لقيت عظم. هذا العظم بالحلقة الجاية إن شاء الله راح أسوي شرب. خلنا نأخذ هذا اللحم. الحلقة الجاية الشاي شو اسمه؟ أقصد الحلقة الجاية هنا علي. شوفون إن هي الحلقة هنا علي. ننهي الحلقة هنا وإن شاء الله بالحلقة الجاية نكمل. لا تنسوا تشتركون قناة التباب شنو؟ لا تنسوا تشتركون قناة الشباب. وطولوا لايك. السلام عليكم.